رجعنا لكم تاني. معنا خبر بيقول ان وزارة السياحة قررت عمل حملة ترويجية العام المقبل يعني 2019 ان شاء الله. هيكون العنصر الاساسي في الحملة دي هو المتحف المصري الكبير، لانه هيتم افتتاحه ان شاء الله في 2020. ده حدث ثقافي مهم جدا، حدث مش بس أنا اللي بعتبره عالمي، لأ هو حدث عالمي. وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة إن الافتتاح هيجذب السائحين من كل أنحاء العالم ليشاهدوا عظمة مصر وحضارتها. ده كلام مهم جدا، والحقيقة أنا مش عارفة إيه هي خطتهم لهذا الترويج، لكن تعالوا نتكلم كده بصراحة. المرجح انها هتكون خطة تقليدية طبقا لما يدور في الدوائر الحكومية اللي هي السيستم والنظام. المرجح ان هما بيلتزموا بيه ومتعودين عليه. امنيتي الحقيقة انا شخصيا ان يكون هذا الحدث في الترويج يكون مختلف. لازم يكون له ترويج خارجي، لازم يكون له ترويج خارجي خلال السنة، يكون مختلف شوية، بمعنى ان وزارة السياحة تعتبر ان ده حدث مصر كلها لازم تتعامل معاه على انه ورشة عمل. ورشة عمل، خلية عمل، سموها زي ما تسموها. لازم يتم دعوة فيجرز فيها، يتم فيها دعوة محمد صلاح. محمد صلاح مش دوره كرة بس، محمد صلاح بيجذب أنظار العالم. أكيد أنا متأكدة إن الدكتور زاهي حواس هيكون موجود وده له تواجد دولي، لكن مش كفاية، محتاجين أسماء كتير دولية تكون موجودة زي الدكتور مجدي يعقوب وغيره. أسماء زي كده لها وجودها في الخارج وليها الناس اللي بتحبها وتثق فيها. اتحاد الكتاب مثلا، هتقول لي ايه علاقة اتحاد الكتاب بسياحة؟ اقول لك لو اتحاد الكتاب المصري بس خاطب اتحادات الكتاب العالمية على مستوى العالم بالتنسيق مع الوزارة او نقابة الصحفيين مثلا، خاطبت نقابات الصحفيين على مستوى العالم، ده هيساعد في الترويج الفعلي لهذا الحدث، الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير. ليه ما تعملش مسابقة؟ ليه ما تعملش وزارة السياحة مسابقة تعلن عنها للشباب وتاخد أحسن أفكار ترويجية؟ الشباب بيفكروا أحسن بكتير جدا من الأجيال اللي قبل كده. يبقى إحنا هنا لازم نفكر بطريقة مختلفة. اعملوا مسابقة، خلوا الجامعات كلها تعمل مسابقة، اجبروا الجامعات تطلب من الشباب يعملوا مشاريع ترويجية للمتحف واختاروا منها، حفزوا شبابنا واستفادوا، ممكن نعرف حاجات احنا ما احناش عارفينها. الجاليات المصرية في الخارج، الجاليات المصرية في الخارج بتحب مصر قوي على فكرة، وبتبقى سعيدة جدا وفخورة قوي بأي حاجة جوه مصر. استعينوا بيهم، استعينوا بيهم يساعدوكم. في كل بلد عندنا جالية مصرية، خليهم يساعدونا، خليهم يدوا مقترحاتهم، يتعاملوا مع وزارة السياحة مباشرة ويشوفوا ازاي يقدروا يروجوا لهذا الحدث بوقت كافي قبل الإعلان الحقيقي النهائي عن الافتتاح. دي الآثار. بما اننا بقى بنتكلم في الآثار، تعالوا نروح لأسوان، وهي طبعا محافظة من المحافظات الجاذبة للسياحة. في وسط السياحة والآثار والحاجات الجميلة دي قوي،